بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أبناء أعزائي طلبة المتوسط في السنة الثانوي، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات دروس اللغة الإنجليزية في المراجعة النهائية لما يخص منهج اللغة الإنجليزية. من فضلك وليس أمرا الرجاء الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس حتى تصلك مني كل جديد، ودعموني في نشر هذه القناة إن شاء الله. أما لايك وشير للفيديو هتصل لكل الطلبة حتى تستفيدوا هذه الشروحات لا تعلم الله عز وجل أن تكون مفيدة لكم ولهم إن شاء الله في الحلقة القادمة، وأتمنى لكم النجاح والتوفيق. بسم الله نبدأ بـ Unit 1 Past Simple Past Continuous Past Perfect Past Perfect Continuous. ماضي بسيط، ماضي مستمر، ماضي تام، ماضي تام مستمر. طبعا هنبدأ بـ Simple Past أو Past Simple. ده هو زي ما قلنا كان في فيديو قبل كده، مش لازم الماضي يكون لها مع بعضها برضو. طبعا بالتفصيل إن شاء الله الكيوردز الأمثلة اللي خدنا عليها إكسرسايز، هنعمل إكسرسايز النهاردة برضو إن شاء الله بس بعد الفيديو ده. تمام، أرجوك تابعوني حتى نهاية الفيديو حتى تستفيد إن شاء الله من هذه الشروحات بإذن الله. قلنا actions which started and finished in the past، ده past simple. actions which started and finished in the past، بدأت وخلصت في الماضي خلاص. finished actions past finished action، هذا اسم التانية في الماضي. But she lived in New York for 3 months only. هات New York 3 شهور فقط. Lived in New York. She didn't live in Paris. ما عشتش في باريس. إذا الماضي الوسط نفي بإيه؟ Didn't plus infinitive. Didn't plus infinitive. تمام؟ يبقى lived. Lived طبعا present. Lived past. ونوصل للأطفال الظلمي عشان دي عشان هو في الماضي. الماضي بتاعه سنة جنيه من تابع دي كان ضغط جنيه فقط من الماضي. didn't live in Paris. طبعا في جوارد الماضي البسيط هنا حوزن yesterday last day وحوزن الحضارة كمان مش ابتدائي بس yesterday last day معهم in تاريخ في الماضي in 2010. تمام، معهم is from 25 to 29 2005 to 2009 من 2005 2009 ده ماضي برضه حصل وخلص. My uncle returned home from Algeria من الجزائر in 2010. أو إن في الماضي، التاريخ في الماضي. السؤال بتاعها طبعا بقى did وفاعل ومصدر، يبقى did you visit أو did you visit، آسف did you visit the new administrative capital museum a week ago، زرت متحف العاصمة الإدارية من أسبوع. تمام، يبقى دلوقتي عرفنا إن في بص في الشاكشنز، عرفنا الكيوز بتاعتها يستطيع last time go in past day تاريخ في الماضي في الجملة from 2 from 2007 مثلا ده تاريخ في الماضي حصل وخلص. early man إنسان بداية ancient Egyptians كلنا المصريين يعني حتى في فعلتين في الجملة بيقول إنها زمن هو يكون كل زمن ماضي يعني بتكون ماضي. تمام تمام، بعدين في النفي بتاع didn't plus infinitive didn't live. عرفنا كمان السؤال بتاع did فعل مصدر did you visit. تمام، ده بنستخدمه امتى؟ الكيورد بتاعته خلاص عرفناها يسطا last time go in 2005 from 2005 to 2007 early man ancient Egyptians. في فعل في جملة زمن ماضي، فعل كنت الجملة كلها زمنها ماضي. تمام، كمان في sequence of actions or events، تتالي تتابع الأحداث أو الأفعال في الماضي. يعني يا أولاد يعني she finished her degree خلاص الشهادة بتاعتها then moved back to Egypt وعنديت مصر خلاص ده تابع خلصت ورجعت. تمام، ورا بعض حصل ورا بعض then في الباص طبعا moved and finished and moved. بعد كده عندنا كمان repeated actions and habits in the past، عادات تكرر في الماضي. she wrote lots of novels during her a 13th or 30s بالثلاثينات وعمرها كتبت كثير من القصص أو الروايات. كريم didn't like no didn't مصدر نفي going swimming when he was when he was بيبي يعني كان صغير يعني. تمام، بعد كده did you often paint هل ترسم ماشي كده pictures or أو primary at primary school. طبعا ده often دي كلمات تطلع على العيون simple مضارع بسيط بس انا بتكلم عن الماضي لما كنت في primary school.
كنت بتعمل، هل كنت بترسم صور وانت في المدرسة الابتدائي؟ يبقى ده ماضي، يبقى did you paint، تمام كده؟ وانت واضحة جدا من معناها والكلمات اللي فيها وكل حاجة فيها إن شاء الله بأن ده ماضي بسيط. طيب كان في past habits، عادات وتعس في الماضي، استخدام إيه؟ used to do أو didn't used to في النفي بتاعها. used to do أثناء فعل عاقل يبقى اعتدى يعني، didn't used to لم يعتدى عليه. substitutions and regular habits in the past، مواقف وعادات في الماضي، used to plus infinitive، اعتدت أن أفعل كذا. For example, people used to leave a lot of rubbish on the beach. تقولون يسيبوا إيه؟ rubbish كتير، قمامة كتير على إيه؟ على البلاج. But used to leave. And didn't used to be a sports center in our town. There didn't used to be. ما كانش فيه أبدا sports center، نادي رياضي أو مركز رياضي في المدينة بتاعتنا. تمام كده؟ يبقى كده ده used to plus infinitive اللي جنبها فاعل عاقل. ده بيبقى فيه ايه بعد فعل عاقل دون؟ يتو ومصدر. تمام كده؟ طب كويس. بعد كده قال لنا ايه الراجل؟ قال لنا ان فيه كمان to compare past and present، نعمل مقارنة بين الماضي والحاضر. طبعا دي مفهوم لغة نزل من الوزارة يعني. نوصف مواقف أو عادات منتظمة في الماضي. People used to leave a lot of rubbish on the beach and they didn't used to be sports club. You can compare the past and the present. قارن بين الماضي والحاضر. بنقول ايه؟ My father used to stay up late. تعود على السهر. When he was young. شو when he was young. يعني was a past. وكل جاي بقى كل جملة past. تمام؟ Used to stay up late. تعود يعمل كده. When he was لما كان صغير. But now he goes to bed. بينام بدري. But now he doesn't stay up late. صارش بالليل خالص. دي باص تابت زمان بتحصل دلوقتي مش بتحصل. تمام؟ طبعا. واللي بقى مثلا used to مثلا مود بدل used to. تقول ايه past habits and typical behavior سلوك نمطي not describe past situations. بيوصف أحداث في الماضي أو أحداث ماضية. For example in the past we would go to the seaside. كنا نروح شاطئ البحر. But this summer صيف ده we decided to go to the village instead. بعد كده عندنا كمان ايه؟ I asked my brother تمام to volunteer. يتطوع with me many times كتير جدا but he wouldn't do it لكن مش بيرضى يعمل كده. طبعا مفيش صيغ نفي تاني لليوز تو اللي هي بان لونجر نو لونجر. ما في ان لونجر ان في الفعل بتاع الجمله ما في كانه في البريزنت دونت دازنت دو ان لونجر. يعني ايه؟ my father used to stay up late but he doesn't stay up late any longer. تمام؟ I used to smoke but I don't smoke any longer. تمام؟ أو I no longer smoke أو my father no longer stays up late. لما هستنى no longer ما فيش الفعل أجبت المضارع بيسا من الاس وبعد نحط كم no longer لفيت الفعل أجيب معه no longer. تمام؟ وعمل فعل طبعا مضارع في الحالتين longer مضارع مثبت بيسا من الاس in longer مضارع منفي don't or doesn't وبعدين بعد كده إن لونجر. تمام؟ بعد كده بنستخدم إمتى الباست كونتينوس؟ دحين إن بعد زمن تنو بس ماضي برضه. ماضي مستمر. ماضي مستمر يعني إيه؟ يعني was where فعل ING was where جيران. نفيهم بإيه؟ was not were not جيران. تمام؟ تمام. That speak about إيه؟ an action that was in progress. حدث بيحصل. At a particular time in the past. حدد لي امتى في الماضي. حدد لي امتى في الماضي. معليش استخدمه سلمي. بص الجمله I was doing my homework at 9 p.m. yesterday. امتى امبارح الساعه 9. ولا حدد ولا was continuous. تمام؟ I was doing تنوي طبعا. I was doing my homework at 9 p.m. yesterday. كمان هي an action that was already in progress. كان بيحصل. Another action took place قطع حدث اخر.
ابن الحدثين قطع ضم الاخر، قطعه ما قالوش يحصل وحصل اثناءه. تمام، بالون جروان دي بنعمله ايه؟ باس كونتينوس، ماضي مستمر. ونظام الاميره was studying Cairo when she met her husband. ايوه هم، بس من هنا في فعلين قطع ضم الاخر، يبقى اللونجر وان was studying، ده الاطول بيدرس وبعدين قبل الزوجه. اللي فوق بقى الحدثين في الماضي، ما عملناش ماضي مستمر، ماضي بسيط، ما فيش حدثين قطع ضم الاخر. هو صغير كان بيعمل كده وخلاص، ما فيش قطع ضم الاخر، مش واحد من الناس والتاني قطعه، يبقى دول الاتنين باست سمبل. هنا بقى قطع ضم الاخر يبقى باست سمبل، باست كونتينوس. الاطول اعمله كونتينوس، ان حصل اثناءه ده اعمله باست سمبل. ان هون اللي بعد وين او قبل وين ده حسب المعنى، وان دي حسب المعنى. تمام كده؟ تمام. امتى تلاقي مع ماضي مستمر مع وايل؟ برضه اهو. To interrupt the actions، حدثين قطع ضم الاخر اهم. While I was walking to school, I saw a terrible accident. شفت حادثة رهيبة جدا. بس هو بقى نحدد لها قاعدة. وأنا دايما علمينها ماضي مستمر. الحادث الآخر ماضي بسيط. تمام؟ While I was walking to school, I was or I saw a terrible accident. طيب بعد كده قال لنا إيه؟ في حدثين بقى دول قاعدة مرة بيحصلوا في نفس الوقت. تمام؟ مش هيغطط حاجة. كانوا بيحصلوا في نفس الوقت في الماضي. لأن دول عملوا ماضي مستمر. بصوا two actions in the past أو بيحصلوا in the past at the same time في نفس الوقت. For example, while I was listening to the lecture, I was making notes. وأنا بسمع المحاضرة بسجل ملاحظاتي. أو ده حاجة وده حاجة. شيء غلط التاني. تمام كده؟ يبقى وين لي حاجتين أهم. قطع نوم الآخر يبقى مستمر بسيط. ده وين برضه؟ حدثين في نفس الوقت يبقى الاثنين مستمر. وين كده؟ تمام؟ طيب طبعا نزل وان في جاست از واز زي وان بالظبط. حاجه ثالثه الواين، هي واين مفيش جنبها فاعل. يعني ايه واين مفيش جنبها فاعل؟ في جنبها لا اسم ولا ضمير. يعني ايه برضه؟ واين وير واتشنج ذا ماتش. لو شلت وي يبقى واتشنج على طول، يبقى جنبها ان جي. واين واتشنج ذا ماتش لايتس وينت اوت. تمام كده؟ الحاجة التالتة بتاعت وين. بقيت تلات حاجات، وين وين. بس وين لوحدها مع وين قلنا قطع ضم الآخر، الواحد مستمر والتاني بسيط. طيب حصل نفس الوقت الاتنين، بيصور نفس الوقت دول ماضي مستمر. وين مش حسب تلاقي قاعدة، وين حسب المعنى. حسب الأطول ماضي مستمر، القطع قدام يبقى ماضي بسيط. وين بقى منها ماضي مستمر وماضي بسيط، لو دول interrupted action. حسب قطع ضم الآخر. تمام كده؟ هتسمى في نفس الوقت برضه اتنين ماضي مستمر بس كونتينوس. تمام كده؟ يبقى لو انا عاوز نسيت الليكشر ونسيت المحاضره I was writing notes او making notes بقيت نوم الملاحظات. طيب ايه اللي بيسوى وايل؟ وايل بيسوى دورينج. دورينج معناها اثناء او خلال. بس دورينج جنبها اسم. دورينج على طول جنبها اسم. تمام؟ قبل ما هو نوت وايل بيفور ان اون قبل الاسم نسيت الليكشر. وايل جنبنا اي ان جي. وايل watching television, the lights went out. تمام كده؟ طيب، دول جمعنا يعني I met two of my friends. قابلت صديقين ليا during the party أثناء الحفلة. تمام؟ يبقى وقت تاني كده، تلات حاجات. حدثين قطع ضم الآخر يبقى مستمر وبسيط. ده منه مستمر والتاني بسيط. في نفس الوقت مستمر. وان مفيش جنبها فعل يبقى جنبها ing. قلنا وين واشنج ذا مت نايس وينت اوت. بتسويها وين؟ during. بس during جنبها اسم. I met two of my old friends during the party. تمام كده اثناء الحفل. during our stay in Egypt we visited the pyramids. اثناء قيمتنا في مصر زرنا الاهرامات. تمام؟ طيب بعد كده وين بقى كمان بتسويها on. قلنا وين الشرح بتاع الفيديو بتاعنا بتسويها on. بس on جنبها ايه؟ ing. تمام؟ قلنا what were you doing when I called you yesterday? What were you doing بتعمل ايه when I called you yesterday؟ لما اتصلت فيك امبارح. طب مشيت وحطيت وحطيت on. What were you doing on؟ طبعا مفيش I. As I ing. قلت اعمله جيران. ارجعه كل الضفل ان ing. I'm calling you yesterday. تمام؟ وان حاجتين اهم. When زي while. حدا سخط اهم على الاخر. واحد مستمر واحد بسيط. حسب المعنى. الأطول مستمر والخطأ بسيط. في نفس الوقت المستمر.
while بتسويها during جنبها اسم بس when بتسويها on جنبها gerund جنبها اسم جنبها noun I met two of my old friends during the party تمام كده الماضي المستمر بعد كده عندنا past perfect perfect ده يعني had والباست بارتيسيبل ده برضه ايه الباست بيرفكت ده؟ بحدثين برضه حدثين المستمر قطع ضم الاخر طب البيرفكت لا حدثين متتاليين حصلوا في الماضي يعني ايه متتاليين؟ يعني حصل ورا بعض حصل الاول وبعدين الثاني الاول حدث في الجمله اعمله ماضي ثاني هاد والتصريف الثاني او هاد بين والتصريف الثالث عايزه باسل الحدث الثاني اعمله ماضي بس ماضي بسيط فين بقى في الجمله ماليش دعوه ده المعنى اللي بيقول لي كده ده الاول اعمله ماضي تام والثاني ده اعمله ماضي بسيط حسب هو الفعل طب نستخدمه امتى الماضي التام ده وانا مع الكلمات دي مع افتر مع بيفور مع وانس مع وين مع انتل مع اوريدي الى اخره تمام زي I'd finished all my homework so I decided to play tennis هنلاحظ ده من نشرح الجملة دي ملحوظة جميلة جدا I finished في أبوصل دي وانا عاوز نقول لها أبوصل دي اما هو دي اما هاد اللي جنب الأبوصل دي finished تصريف ثالث ولا مصدر مثل تصريف ثالث يبقى دي هاد then I'd like لا تبقى دي مصدر تبقى دي would تمام كده يبقى I finished هنا دي past perfect all my homework so I decided to play tennis خلصت قررت ألعب تنس بخلصت الأول يبقى I finished بعد كده عملت ايه؟ لعبت تنس بس I decided تمام؟ تمام طيب When the journalist arrived to do the interview the player had already left لما الصحفي وصل يعمل انترفيو اللاعب كان مشي الله عملت ازاي دي؟ ده في وين هنا جنبها ايه؟ وين؟ جنبها ماضي بسيط طب ليه التاني يا مستر مش ماضي مستمر؟ دول مش قطع دول ملاحظ دول متتاليين راين ده جه وراين ده مشي او كان مشي تمام كده حتى موجود اوريدي اه طبعا موجود اوريدي الراجل ده ماضي كل افعال الجمله كلها ماضي بين اوريدي مش معاه مش معاه معاه ماضي تاني when I when the journalist arrived to do the interview the player had already left لو شفته لما ده وصل ده كان مشي يبقى تام ومستمر تمام تمام طيب and read the book understood what she had achieved قريت الكتاب وفهمت اللي هي حققت حصلت عليه وانا بعد ما قريت وعرفت الحقيقه دي فهمت تمام يبقى ده دليل ده هاد اتشيف until بقى وتل اتنين دول until وتل دول لازم في وسط الجمله ما يخشوا على الجمله ابدا وسط الجمله يعني في وسط الجمله مستر انا منهم وسط بيرفكت الناحية التانية بصم بس بصم المنفي منفي بيبقى بدين زاد مصدر نراجع الفيديو أرجوكم بتاع البنت الماضي كلها نراجعه كويس جدا هتلاقوه بالأمثلة مكتوب ده أنا بقول ده مكتوب أنا بس مراجعة سريعة بناخد إيه الإكسرسايز اللي عليه يبقى عندنا بص وانتين في النص ما ينفعش في الأول خالص جنب إيه وهاد رد طب التاني ماضي بسيط منفي بإيه مستر منفي والمصدر يبقى we didn't hear about the earthquake until we had read the newspaper. اسمعنا حاجة عند الزلزال لغاية ما علينا الصحيح. أرجوكم حار اقروا الفيديو اللي فيه الماضي الماضي كله علشان الأمثلة بتوضح أكتر لأن المؤتمر شافه عشان إيه؟ علشان أنا قبل كده في الإيه؟ الفيديو بالتفصيل ممل. I had no answer. يعني شعراء I had no sooner remembered his phone number then I decided to contact him. بصوا بقى حضراتكم بصوا هنا الزين وهاردي وين وسكاسلي وين دول الفرق بينهم الاول نصنر معاها دان هاردي مع وين سكاسلي مع وين لو في اول جمله خالص يعني لو ان بتاعت نصنر كابيتال ليش بتاعت هاردي كابيتال لو سكاسلي ليش بتاعتها كابيتال يبقى الموضوع تتابع على هيئه سؤال يعني ايه مثلا هيئه سؤال يعني هاد فاعل تصريف ثالث خلاص الجملة أجيب زين بعد كده جملة مود بسيط زي بالظبط هارد وسكاسلي أول الجملة جابهم هاد فعل تصريف تالت خلاص الجملة أجيب وين بعد اتنين ده أجيب وين بعد كده أجيب ماضي بسيط بعد نصنا في الأول أختار ماضي بسيط على هيكل سؤال
طب بعد ذلك وين اختار الماضي؟ الماضي بسيط، الاثنين ماضي بسيط. طب نصور هتطلع زين، خلاص كده هتطلع وين؟ طب لو في الاول مبدا بالفعل بعد الجمله دي، I had no sooner، يبقى had no sooner صفتها to remember his phone number، اللي هو اخترت الرقم بتاعه، then حتى I started to contact him، قررت اتصل بيه عشان يتكلم، خلاص كنت ناسي. تمام، يبقى I had no sooner remembered his phone number then I decided to contact him. طب I had no sooner في الأول، مين عارف؟ يبقى no sooner had I remembered، no sooner had I remembered his phone number then I decided to contact him. برضه عندي مشكلة زيهم، ازاي بالظبط؟ هذه حتى ما arrived before the match started. لأن على حاجة تانية أهو، على before عكس after. before ينبقى فاعل ماضي بسيط، الفعل التاني ماضي تام. ونقدر نقول السؤال ده الماضي التام طبعا قبل before، بعدها ماضي بسيط وخلاص started. الماضي التام على شكل سؤال لأنه في نهاية الجملة، بقى هات فعل تصريف تام، هات حاتم arrived before the match started. يبقى after، as soon as، when، till، until، no sooner، hardly، scarcely، وده منهم ماضي تاني. ده تاني ماضي بسيط، تمام؟ كل دول منهم ماضي تاني، ده تاني ماضي بسيط. برضه في الفيديو هتلاقي الكلام ده كله بتفصيل ممل. طب وبعدين بقى بعد كده فور باي ذا تايم عكسهم، يعني ايه عكسهم مستر؟ على مين بيفور باي ذا تايم؟ ماضي بسيط. الناحية التانية ماضي تاني. تير وان تيرس نص الجملة، مش هو الجملة أبدا، على منهم ماضي تاني. الناحية التانية ماضي بسيط، ماشي بدين زاد المصدر، تمام؟ تمام. طيب بيكوز، اسمها بيكوز كمان جميلة، بيكوز دي والله. الفعل منها هي ووز، زمنه يا مستر، زمنه ماضي بسيط. اللي جاب بعد منها هي مستر، جاب ماضي تام. يبقى but my father was angry because I hadn't followed his advice. مش إن شاء الله سهل، تمام؟ عشان ده ماضي بسيط يبقى بعد بيكوز ماضي تام. خلي بالك كويس، ماضي بسيط وبعد بيكوز ماضي تام، تمام كده؟ جميل. بعد كده هنيجي لإيه تاني؟ كان مصدر إن جي بعد after أو before لو مفيش إيه؟ there's no subject، مفيش فعل، يبقى after أو before going home I had bought some bread. ليه يا ولد؟ كان before I إيه؟ before I went home I had bought some bread. طب after اللي جنبها فعل، جنبها ماضي تام. طب الناحية التانية ماضي بسيط. After I had finished the homework I went to bed. طب مفيش I، يبقى after finishing the homework I went to bed. طب في الأول والنص مش جنبها فعل، يبقى تاني ING. هي و before. بتعمل جنب مع after هو الماضي التام، يبقى تاني ماضي بسيط. وعمل جنب مع before الماضي البسيط، يبقى تاني ماضي تام. خد بالك انت من الحكاية دي، تمام كده؟ أنا طبعا it was only when it wasn't until، هتلاقوا برضه عندكم في الفيديو. مش هيفيد أدوات الماضي كلها. It was not only when، it wasn't until، يعني when أو it was only بعدها when، until قبل منها wasn't، أو wasn't بعد منها until، يعني مهم الاثنين دول جملة ماضي تام، هات وتصرف تد، تخلص عرفت ذات، وبعدين جملة ماضي بسيط. It was only when I had finished، it wasn't until I had finished the homework that I went to bed، تمام كده؟ تمام؟ مفهوم لأن على past perfect continuous who had been plus ing، فعل ing. had been waiting، had been watching، إلى آخره، had been playing، had been studying، إلى آخره. طيب، إيه مثل الماضي التام ده؟ بصوا على حضراتكم، أنا دلوقتي الجملة فيها أكثر أو بفور أي حاجة، عايز أعمل ماضي تام، وحدد لي الماضي التام حصل لمدة قد إيه، أعمل ورطة مستمرة. يعني I was studying حسين كده تلفزيون for 2 hours before I went to bed. Before I went to bed الماضي بسيط اهو، بعدين المفروض ماضي تاني، بس قال لي study for 2 hours لمدة ساعتين، يبقى في استمرار هنا، you had been studying، ما ينفعش had study، تمام؟ had been studying. طيب وبعدين بصوا اهو، she had been waiting for a long time when I arrived، when ماضي بسيط اهو، يبقى التاني تام، after a long time، يبقى التاني تام، you had been waiting for a long time. مش موجودة بهاد ويت،
موجودة في الرن تايم يبقى ده هتبان waiting. في السؤال يبقى هتفعل بين ING هل يبان watching TV when that stranger knocked at the door. هنعتذر لما الغير ده خبط على الباب أو when stranger knocked. بسيطة التاني تام تمام كده. طيب اتفرج على التلفزيون طبعا مش هتبص بصه وتمشي، انت هتتفرج وقت طويل يبقى دي بين واتش تلفزيون when that stranger knocked on the door. Had you been watching waiting for a long time when I arrived now. وقت بسيط تاني تام مستمر منتظر كتير قبل ما اوصل او لما اوصل. Had you been waiting for a long time when I arrived. طب كويس بدأت to emphasize that the activity had been continuing وصعب مستمرة for some time لفترة من الوقت before another action برضو والحس ده أول مرة اجتماع أو أنت مستمر حسب المعنى لو استمر الفترة كده تمام نعمل طبعا مستمر نقول I studied before I went to bed تمام وبعدين I'd been studying for 2 hours أو for 2 hours before I went to bed دي عملت مرة اجتماع مستمر had been studying تمام. طب كويس بعد كده قال لي طبعا بيفور جبت من ماضي بسيط ممكن وفي الماضي الثاني وقت الماضي بسيط هو يوافتر كله تمام الموضوع الثاني بيقول اه. طيب بعد كده انت بتسمي تاني مثلا مستمر when we talk about how long something had been happening والفعل ده بيحصل مدة قد ايه عملنا نظام تام مستمر ابصهم She had been studying for 2 hours in the when the computer broke down. Broke down هو past simple. وبعدين when بالتالي ماضي تام أو تام مستمر. The for 2 hours لو بتام مستمر. She had been studying for 2 hours before or when the computer broke down. Don't use the past perfect continuous when you use sense verbs على الحواس. Or say how many times you did or reported the action. يعني فعل هو زي feel look touch smell taste يتذوق يشم إلى آخره يبدو إلى آخره تمام كده فعشان ما عملت المستمر I had sent 10 emails before I left the office بعد خلاص مش السبب مش حاضر بعد بقى ساعات بعد كتبته بعد وأنا بعد مش كتب بعد sent تمام كده They had known each other for 10 years before they became partners. أبو شركاء بعد ما لهم 10 سنين. طبعا ما أنت عرفت عليه خلاص مش عاوز 10 سنين أعرف عليه. تبع خلاص عرفت عليه بعد نون. بعد ما في ونهيا كده أو before يا موضوع بسيط تاني موضوع تاني بس طبعا ده من الدماغ عايز تشتغل شوية تصحى شوية فعلا يعرف ده ما يجيش أبدا في المستمر. تمام فهذا بريزنت سيمبل بريزنت كونتينوس ده تظبيط النظره دي بس ان شاء الله هناخدها مع بعض ونشرحها بالتفصيل برضه من ان شاء الله لما تفهموها ما فهمش حاجه ابعتوا لنا واتساب 0325755592 او على الايميل بتاعتي علي فارق 46@gmail.com انتظر اي تعليقات او اكتبوا في التعليق اللي انتم عايزينه برضه واقول لكم على طول في الفيديو اللي بعده وان شاء الله سجلوا في فيديو ثاني فيه تمرينات أو 60 جملة على الماتماتيك كلها بسيط وتام مستمر وتام مستمر أوكي؟ ما تنسوش الاشتراك في القناة وتدعيم زر الجرس حتى يصلكم منكم جديد وتدعموني نشر القناة إن شاء الله وعمل لايك وشير للفيديو حتى يصل لأكبر عدد ممكن من الطلبة حتى تستفيد من هذه الشروحات التي أدعو الله تعالى أن تكون مفيدة لكم ولهم إن شاء الله في امتحانات تكون موجودة وأتمنى لكم التوفيق والنجاح. Wish you all the best of luck. Thank you for listening to me and goodbye for now.